فتقول هذه السائلة بأنها امرأة مصرية وملتزمة بالحجاب الشرعي ولا أظهر على أحد غير محارمي، فهل عندما أخذ من الشعر الزائد من حاجبي النازل على جفن العين هل في ذلك إثم، علما بأنني لا أغير من شكل حواجبي وفقط أخذ من الزائد النازل على العين حتى لا يضايقني، إلى جانب أنني أعتبر ذلك تزينا لزوجي خصوصا أنني لا أنكشف على أحد؟ لا حرج عليها أن تأخذ الزائد من شعر الحاجب الذي ينزل على عينها، لأن بقاءه يريها في الحقيقة، ينزل على الأجفان ويختلط بالأجفان أي بشعر الأجفان ويحصل في هذا إرباك للعين. وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أخذ من حاجبيه، فإذا طال شعر الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى إلى أجفانها وأهدابها فلا حرج.